بيعد علاء عبد الغني أحد أفضل لاعبي خط الوسط اللي لعبوا لنادي المقاولون العرب والزمالك، وبيتميز بالأخلاق العالية داخل وخارج الملعب. عبد الغني من مواليد يناير 1979 بقرية شربين بمحافظة الدقهلية. بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة عبر بوابة نادي المقاولون العرب في موسم 2000-2001، وقدم مباريات جيدة مع ذئاب الجبل. وفي موسم 2004 لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة. وفي موسم 2005 انضم علاء عبد الغني للزمالك واستمر مع أبناء ميت عقبة لحد موسم 2009 قبل ما يقرر الاعتزال بعد نهاية عقده مع الزمالك. وخاض علاء عبد الغني خلال مسيرته 124 لقاء، بواقع 55 لقاء بقميص المقاولون العرب، سجل فيهم 3 أهداف، و68 مباراة بقميص الزمالك، سجل فيهم 55 هدف. وعلى المستوى الدولي شارك في لقاء بقميص منتخب مصر وكان أمام بلغاريا. وبعد اعتزاله بخمس مواسم دخل علاء عبد الغني مجال التدريب، فعمل كمدرب مساعد في أكتر من جهاز فني للزمالك، وكانت البداية مع محمد صلاح ثم البرتغالي جيمي باتشيكو ومواطنه جوسفالدو فريرا والبرازيلي ماركوس باكيتا والمصري مؤمن سليمان. وكانت آخر تجاربه داخل جدران البيت الأبيض مع البرتغالي أغوستو إناسيو. وبعد رحيله عن تدريب الزمالك اتجه علاء عبد الغني لمجال التحليل الفني قبل ما يعود من جديد لمجال التدريب، وانضم للجهاز المعاون لميمي عبد الرازق في سموحة ثم طارق يحيى في طلائع الجيش، قبل ما ينضم لجهاز عماد النحاس ويحقق الثنائي نتائج مميزة خاصة خلال قيادتهم للمقاولون العرب. طيب خلينا نرحب بنجمنا النهارده كابتن علاء عبد الغني نجم نادي الزمالك السابق والمقاولون ايضا السابق. كابتن علاء تحياتي ليك. تحياتي كابتن فاروق، وحشني طبعا السعيد الموجود مع حضرتك النهارده. منور، احنا جيل واحد. طبعا. لا انت اكبر مني بسنه واحده. سنه واحده. كبرتني. كنت نجم كده حبيبي. لعبت قدامي في مقاولين. مقاولين. كان مين جيلك بقى ساعتها؟ كان انا جيلي رامي ومحمد عادل. رامي ومحمد عادل. الشله اللي هي. والسد بقى كان اسمه ايه؟ الابيض الابيض الخضر ده. مين محمد عثمان؟ لا لا كان سرد باك كده بيقعد يضربني على طول هريني ضرب مش فاكر لا هقول لك لا ده مشهور جدا مش هيثم رامي سعيد؟ لا مش رامي رامي باك رايت رامي باك رايت لا كان عندكم سرد باك كان ما لحقتوش ده لا ولا فريق اول لا ده معروف قوي ما لحقتوش مش عارفه طيب انا هيجي لي بس عشان ابقى افكرك بيه اخبارك ايه الاول؟ الحمد لله تمام طمنا عليك والله كويس الدنيا فين دلوقتي؟ انا الدنيا زي ما قلت لك كده قبل الهوا الفتره اللي هي بتاعت المدربين انت عارف ان احنا بنقعد فترات طويله جدا عم تشتغل دلوقتي الحمد لله ربنا كريم ان شاء الله بدور على فرقه طبعا درجه اولى هبدا السيرك بقى خلاص من اول يعني خلاص وده حتى هو ده كان اتفاقي مع عماد الفترات الاخيره ان احنا طبعا عماد حد كويس حد محترم مدرب شاطر الواحد كبر معاه طبعا واشتغلنا بشكل كويس جدا مع بعض كان اتفقنا خلاص انا كبرت وعماد خلاص انا هاخد سكتي بقى لوحدي الفتره اللي جايه مدربين الدوري كلهم دلوقتي بقى اصغر مننا يعني احنا اربعينات في ناس دلوقتي في ثلاثينات شغالين وبتاع كان لازم اخد الخطوه دي من بدري بس عماد كان مديني حته ان انا مدير فني مش مدرب عام عارف يعني مديك صلاحيات في الملعب انت راجل موجود وبتشوف على الخط وبتعمل تمارين وبتعمل حاجات فدي كانت محسسك شويه فاروق انك لا انك لا هسيب عماد ليه مديني كل الصلاحيات في مدربين ما بيعملوش كده وطبعا عايش اسكن عماد على دي جدا كان بثق فيها جدا في الموضوع ده نجحنا شخصيه متزنه جدا جدا نجحنا فترات طويله جدا مع بعض لحد ان شاء الله ما خدت القرار مع نفسي كده واتفقت مع عماد عشان كده هو المسافه اللي بينت يعني هو انا يعني اتفقنا كده هو سافر خلاص كابتن عماد ليبيا اعتقد سافر سافر اعتقد سافر برضه الشغل في ليبيا صح هو صعب طبعا شويه قصه انك ترجع تطلع من هنا من بعد شويه اخفاقات شويه احنا عملناها في الاتحاد والجيش انت ما نزلتش الفرق بس برضه مسمعه عند الناس ان الاداء ما كانش كويس قوي احنا مظلومين في الحته دي تحديدا فاروق انت عارف كده كويس لما بتروح الانديه دي بعد يناير مالكش حق انك تجيب او تستقطب حد او تجيب حد او عايز عناصر معينه هم المجموعه بتتفاجئوا بالوضع هم المجموعه اللي موجوده مع ان الادارتين ادارتين يعني. كويسين جدا بصراحه بيصرفوا كويس والناس ملتزمين معاك كاداره وبتاع بس مهما كان اللعيبه اللي موجوده معاك حتى لو اشتغلت معاهم فني حتى لو اشتغلت كذا كذا بيقابلك بقى بعض ايه سوء توفيق وده اللي بتكلم عليه في الدوري المصري تحديدا توفيق وعدم التوفيق ده في المعادله محتاج ان اللعيب يبقى في حالته انت وبعدين انت ما تعرفش طول الوقت تبقى مهيئ اللعيبه بشكل معين اللعيبه محطوط تحت ضغط انت رايح دايما الفرقه بعد اخفاقات مدربين موجودين تانيين يعني مثلا بتلاقيهم في مركز قبل الاخير بتلاقيهم في مركز في نص الجدول في ثلاث ارباع الجدول من تحت فطبيعي لازم تطلعهم فوق طب هسالك سؤال بقى في الحته دي نادي زي مثلا البنك الاهلي كابتن طارق مصطفى
تقول له يعني تقول ان هو يعني بعد الفوز الاولاني اول ما جه كسب 4 المصري لو تتذكر. اه 4 كان هو ماتش بالنسبه لي بعدها بثلاث ايام تاني. بتشوف ان هو فوجئ بالوضع ولا يعني الوضع؟ بص اقول لك يعني كابتن، اعتقد نفس الموضوع كابتن طارق يمكن يعني عمل نجاحات كبير جدا في المغرب من المدربين الشطار المدربين الواعدين يعني عمل جهاز كويس مع امير ومع عصام ومع كذا حد كده من المدربين بتوعنا الشطار اللي موجودين في الدوري المصري. هو كمان عنده كاريزما وشاب وصغير وداخل جوه اللعيبه قوي. انا بقول المدربين اللي داخلين جوه اللعيبه نفسيا هي اللي بتفرق مع اللعيبه المصريه. هو شاطر عارف مش مدرب كبير في السن او عنده حاجات قديمه او زي ما الناس بتتكلم طبعا. لا شاب وعارف دماغك كويس فاهم انت عارف كده كويس جدا. اولا لا جاب لعيبه ولا فتره اعداد ولا كذا ولا كذا، دي بتفرق جدا مع مدربين. انا النهارده اختياراتي بفترات اعداد اللي موجوده كذا وكذا وكذا. انا بقول نجاح اي مدرب شاطر، اي مدرب شاطر للفتره اللي جايه. عندك فتره توقف بتاع بطوله افريقيا، الدوري وقف خلاص، فنجاحك انت دلوقتي الفرقه اللي موجوده معاك انت ما خدتهاش من اول السنه وجاي بعد ما نجاحك انك تقابل فرقه فريق كويس. ربنا كرمه امبارح وكسب بعد 3 اخفاقات مثلا موجودين معاه فرقه محترمه معاه لعبه كويسه. صحيح. انت مش عارف الشخصيات لسه. انت رايح تلاعب ناس بتتفاجئ في التدريب بتتفاجئ كذا 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 زي سوء توفيق. في لعبه كويسه في انديه تلاقي ماشيه كويس جدا مره واحده بيحصل لها ضرب. مش بسبب مدربين ولا حته فنيه. صحيح. هي سبب توفيق وعدم توفيق. صحيح. هو فكره طارق كمان انه ينهي قبل التوقف هي دي بتفرق. انا بقول لك فاروق الشاطر الكويس اللي يقدر يوقف الفرقه على جريده. المدرب الشاطر الفتره اللي جايه انت بتتكلم في فتره عندك توقف. البلديه امبارح 2-0 البلديه فريق كويس صراحه فريق كويس. وفاروق عبد الرؤوف المدربين الشطار اللي بيقدر بكلمك دلوقتي في مدربين يا فاروق زي زيد مثلا مجدي عبد العاطي والناس اللي موجوده صغيرين لسه طالعين. انت نفسيا فارق مع اللعيبه اللي موجوده. اللعيبه بتلعب عشانك وبتتمرن عشانك وبتادي عشانك بلس ان الاداره مسنداك. هي دي بتفرق جدا معاك يعني. طيب وانت في الزمالك 6 مدربين عديت عليهم ومسكت. طيب انا كابتن صلاح اوقات لوحدينا يعني. الافضل بالنسبه لك في اني فتره؟ بص اقول لك على حاجه، انا مش عايز اقول الافضل اني فتره. انت مسكت مع بص محمد صلاح باتشيكو محمد صلاح تاني كانت صلاح طبعا جميل ثم فريرا في 2015 وباكيتا ومؤمن سليمان وناسيو. الافضل بالنسبه بص كل فترة اشتغلت فيها في نادي الزمالك عشان تحديدا يعني انت عارف ان انا مدرب مساعد تمام اتحط تحت باسم ثالث او ثاني اوقات كتير جدا كمدرب عام مع الناس الاجانب اللي موجوده. انت النادي جايبك عشان تساعد الناس اللي موجوده تمام مش عشان تبقى عقبه بالنسبه له. انا في اوقات كنت عقبه بالنسبه مش بالنسبه للناس اللي موجوده لحاجات كتير جدا ما اقدرش. بص يا فاروق انا مش من نوع بحب اتجمل في الكلام ولا بقى انا بقول على طول على لساني. بتقول المشكله وبتواجه يعني انا بقى دايما بتقول المدرب. بص انا دايما انا لسان العربي الموجود للراجل اللي موجود. كل الناس الاجانب اللي كانوا موجودين اللي اشتغلت معاهم كانوا بيحبينه جدا صحابي. كانوا بيجوا يعدي عليا البيت ونخرج مع بعض وبتاع. انت عايز العلاقه دي عشان تنجح النادي مش عشان انا انجح. عشان تمام. النادي اللي ينجح النادي حطك في الموضوع ده عشان تنجح مش مطالب مني بقى ان يتقال لي انت لازم اللاعب ده ليه يلعب ما بيلعبش ده ليه لازم تقول للمدرب هو المدرب. انا مش كده. من الاداره قصدي عمري ما كنت كده وعمري ما هبقى كده. الفترات اللي اشتغلتها مع مدربين برضه هتيجي تقول انا ماليش دعوه انا ببلغ المدير الفني والمدير الفني انت بتتسال عشان انت لسان العرب انت راجل عربي ماشي انت بتقول لكن المدير الفني هو ليه حق طبعا مليون في الميه ان هو ينزل في اوقات كتير مدير فنيين ما يحبكش انت تتكلم في القصه دي غير ما يسالوك انت الاول. مين زي فريرا مثلا انا بعتبره طبعا رقم واحد في المدربين كلهم اللي اشتغلت معاهم كحته تنظيميه واسلوب كلام وطريقه لعب وحاجات كتير جدا انا اتعلمتها منه. ولا كان بيخليك تخش تماما في الكلام؟ لا هو ما بيسالني. كنت مره جيت معايا فاروق الراجل ده حكيم جدا بصراحه. كنت عندي طاقه بقى وعايز اشتغل وبعد باتشيكو مسافر وكابتن صلاح مسكنا شويه فجي الراجل بعد مشكله الدفاع الجوي الله يرحم طبعا ناس مات جوهر ناس الزمالك. عايز يبقى عندي طاقه وعايز اقول لهم فجاه قال لي بقول لك ايه واحده واحده كده انا ما بحبش الكلام الكتير. ما بحبش انا لما اسالك تتكلم انت لسه صغير وعايز تتعلم. انا من الكلمه دي مش عايز اخرج من دماغي لغايه دلوقتي بقيت قاعد ساكت ما اتكلمش. يقول لي لما اسالك في التوقيت اللي معايا نقول خش المحاضره علاء نعمل كذا لغايه ما جه فتره من الفترات بدا يسالني اللعيب ده ينفع اللعيب ده ما ينفعش. ما خلاص بثق فيك بقى خلاص في الحته دي تمام. ودي مع المدربين الاجانب هم شطار فيها قوي. شوف ان هو افضل المدربين الاجانب اللي انت شايفه افضلهم شاطر حد اثر كويس لا في اثر في نادي الزمالك خالص. كل المدربين الاجانب كانوا بيشتغلوا بنظام حتى المصريين اللي كانوا موجودين كل واحد عنده حاجه. مؤمن شاب كويس ومدرب كويس وشاطر يا فاروق وبيدرس وكذا وكذا وكذا
كله عنده حاجه بتاعته، بس الاجانب شطار قوي في الحته التنظيميه. طب ايه الاختلاف ما بينه وما بين 2015 والفتره ما ده اتكلمت فيها تحديدا من يومين ثلاثه كده مع حد صاحبي كده في برنامج مع كريم يعني. وقلت الاختلاف الوحيد ان فيريرا حسيت ان شخصيته قلت شويه، اللي كسره شويه عند نادي الزمالك موضوع انه يمشي ويرجع تاني، عمرها ما كانت موجوده فيه. طب هو رجع فيريرا كان حازم انا ما اعرفش دي انا لغايه دلوقتي بسال نفسي طب هو ليه عمل كده؟ الراجل ده شخصيه قويه جدا جدا جدا، وكان ما بياخد قرارات بياخد قرارات حازمه. لو على مستحقات، ما هو المستحقات دلوقتي مضمونه من الاتحاد الدولي، انا برفع قضيه خلاص. مستحقاتها يا فاروق، الراجل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني كان الفتره بتاعت قطر كلها يعني. عوضته السنتين اللي قعد فيهم هناك. بلس ان هو كان راجع نادي الزمالك الفتره دي، يرجع مش يرجع اسمه، يرجع بطولات للنادي، وعمل كده تحديدا من الناشئين اللي طلعوا. نادي الزمالك ده يعني اسطوره. اسطوره ده رجع تاني خد بطوله كاس وبطوله دوري بمجموعه لعيبه اقل من كانوا موجودين مليون مره. مجموعه لعيبه ناشئين موجودين في النادي 9 7 لعيبه طلع بهم خد دوري عام. انا ما اعرفش ظروف الناس بتتكلم في ظروف، لا النادي كان كويس. كان ماشيين على حاجه معينه ومدين صلاحيات للراجل اللي اشتغل فيه. والجمهور كان ورا الراجل، الجمهور كان ورا اللعيبه، ودي فرقت جدا. شوف ان مشاكل نادي الزمالك من وجهه نظرك وانت جوه وانت بتتكلم، احنا بنتكلم يعني ست ولايات مع كذا مدرب، ايه المشاكل اللي بتواجه نادي الزمالك في ان هو يحقق بطولات مستمره دون توقف؟ يعني مثلا ايه، النادي الاهلي لما بيبقى موجود بياخد على الاقل في السنه بطوله 2 3. نادي الزمالك ليه مشكله من وجهه نظرك؟ انا بقول مشكله نادي الزمالك عدم الاستمراريه، ودي وانا اسف برضه انا ما بحبش اتكلم في حاجات قديمه قوي، اتكلم مش اداره فيها سبب رئيس الموضوع ده. فيريرا النهارده لو كان موجود 5 6 سنين ما ورا بعض، انا قلت الكلام ده، ما كانش مشي الراجل بعد ماتش السوبر. الراجل واخد دوري عام، واخد كاس مصر، كاس السوبر عامل مباراه كويسه جدا. بعد كاس السوبر دخلته اتكلمت على الراجل بشكل وحش، ومن ساعتها خد القرار انه هيمشي خلاص، وبعدها مشي كنا اول الدوري برضو. انت قصدك كده؟ انا بقول كان استمراريه المدربين الشطار اللي موجودين في النادي هي اللي بتفرق. وده مشكله مين؟ اداره. انا بقول اداره 100%. انا النهارده معلش ما يكون عندي مدرب شاطر لازم يمسك ايده واسناني. يعني انت شايف مثلا النادي الاهلي واستمرار كولر اللي هو ده نجاح سنتين كمان، ده نجاح يا فاروق، انت عارف كده كويس جدا، انت لعيب كوره وعارف لعيب كبير طبعا. يعني نجاح دلوقتي اي مدرب يكون موجود هو خلاص عارف خبايا النادي، عارف يعني ايه اداره ويعني ايه ملعب ويعني ايه تدريب ويعني ايه لعيبه، ولا عايز لعيب عايز يلعب ولاعيب عايز، خلاص هو عارف التفاصيل. على عكس ما اجيب مدرب دلوقتي يبدا لسه يعرف اللعيبه، وابدا العب مش عارف مين، طريقه لعبه مختلفه، اجيب لعبه تانية لعبه تبقى كويسه وما تلعبش، لعبه كانت بتلعب قبل كده وتلاقيها تلعب ما تلعبش، في حاجات كتير جدا طبعاً. على عكس مدرب يستمر خلاص عارف النادي طبعا، عارف كمان الاحتياجات اللي عايزها كل سنه. انا النهارده مثلا النادي الاهلي بياخد دوري كل سنه، السنه اللي فاتت خد الدوري، السنه دي مطلع 2 لعيبه بس جاب 2 لعيبه تانية كويسين، يعني مثلا حمدي جاب مكانه امام، فهو بيعرف يدور في الحته دي كويس. الحته التسويقيه كان بيعملها كويس جدا. بلس كمان ان البطولات نفسها او حجم البطولات اللي بيشتغل فيها النادي الاهلي اللي عمل معاه كده. انت كنادي الزمالك دلوقتي مفيش حاجه من كتر المشاكل اللي حصلت لك، منها قيد كمان دلوقتي كمان. يعني طبعا بحيي مجلس الاداره اللي عمله امبارح مع فتوح. انا لسه هكلمك في النقطه دي يعني الحقيقه، بس هبتديها بفتوح الحقيقه. رايك في في في, في التجديد وبعد الموقف اللي اخده مجلس الاداره، هو قال لك انا لا خلاص اللعيب ده عمل موقف اخلاقي بالنسبه لنا، انا هعرضه للبيع، وبعد كده تم التجديد لفتوح اول امبارح، شايفها ازاي بقى؟ خلينا نكون متفقين طبعا يا كابتن فاروق ان موضوع الوقف بنسبه كبيره نادي الاهلي، بنسبه كبيره نادي الاهلي. هو طبعا عمل حاجه غلط انه يطلع بره المعسكر وكذا وكذا وكذا. يعني ايه بس عشان مش فاهم؟ بنسبه كبيره نادي الاهلي، يعني قصه ان نادي الاهلي وامضى مع فتوح وامضى مش عارف كذا، يا هتمضينا دلوقتي يا خلاص هناخد قرار الوقف، بدليل انه مضى دلوقتي ورجع تاني، صح ولا مش صح؟ بدليل انه مضى دلوقتي. قصدك ان جت معلومات لإدارة نادي الزمالك؟ مليون المية مصر كلها بتتكلم في الموضوع ده. اسمع كلمتين عشان تقول لي ولا. جت معلومات لإدارة نادي الزمالك إن فتوح فعلا مضى على نسخة. أكيد. فبالتالي اتاخدوا موقف قبل ما السنة تخلص، فبيلعبوا على حتة الوقف دلوقتي عشان يخش منتخب مصر ولا لا؟ أكيد مليون المية، أكيد. ده اللي أنت تقصده. أكيد ده اللي أنا أقصده. ليه؟ بدليل دلوقتي إن المشكلة حصلت في 2 لعيبة تانية موقوفة، صبحي والزناري. نفس المشكله اللي كنا موجودين فيها. محدش حاسس بيهم اصلا. محدش حاسس بيهم، حد بيتكلم عليهم؟ محدش بيتكلم عليهم. فانا بتكلم دلوقتي فتوح من اللعيبه كويسه جدا على فكره، فتوح طلعت من الناشئين وانا موجود مع ايناسيو. كان من اللعيبه الكويسه اللي لهم مستقبل كويس في النادي وعارفين ان هو باك ليفت كويس. بدليل ان الواد تطور الفتره الاخيره، منتخب مصر لعب في النادي، خد دوري عام مرتين، ودي فرقت جدا مع فتوح. انما الاسلوب نفسه اللي عمله او الطريقه نفسها، بص انا مش انا ضد النادي انه يوقف لعيب ما عملش مشاكل عشان عقد، لان انا متعاقد مع اللعيب ده، انا كنادي كاداره انا متعاقد مع اللعيب ده 3 سنين، من حقي قبل السنه ما تخلص اتفاوض.
ما ينفعش اوقف اللعيب الفتره دي، خليه يكمل، هو كده كده ماضي معايا وشغال معايا، هو الراجل مش عايز يبقى موجود معاك بس بيأدي باخلاص وبيشتغل في النادي لاخر دقيقه. صح ولا مش صح؟ انت عملت مشكله توقفت، بس طلعت اتكلمت في المشكله اللي موجوده ان الراجل اتوقف عشان عمل مشكله خرج بره المعسكر وحاجات كتير كده. وطلعت تاني لما مضيت وقلت فتوح، وانا طبعا حاجه تحصل مجلس اداره ان لعيب كبير في النادي زي زيزو بالظبط، يعني هما الاثنين وتحديدا في النادي دلوقتي لما بيلعبوا بالفرق بلا شكل شويه، وانا بحيي طبعا زيزو من اللعيبه طبعا اللي دايما بقعد اشيب فيهم. خلاص زيزو دخل في حته تانية، دخل في ريكورد ان انا ابقى كابتن نادي الزمالك، ببقى موجود في النادي لما بتحط رجليا في الملعب، اجوان كتير، ماتشات كتير بلعبها، فليفل تاني اتحط فيها فرق، انت عارف ده كويس جدا، وبحييه على الاصرار الموجود دلوقتي. وحتى الفرقه ما بيبقى فيها اخفاقات كتير، بدليل انك 12 في الدوري دلوقتي، في لعبة كتير جدا انت ما تحطش تحت الضغط ده، يجي لي عرض وامشي، يجي لي، هو مش كده. انا عايز ابقى موجود عشان الجمهور بيحبه، وخلي بالك القصه بتاعه الجمهور دي فرق مع زيزو جدا، هي الجمهور رقم واحد للعيب اللي بيفكر صح، زي هو بيفكر صح كويس جدا، هو رقم واحد عند جمهور الزمالك. فبدليل كده ان انا بقى بقول فتوح نجاح بالنسبه له، الامضه نجاح بالنسبه له، وجود الفتره اللي جاب الاستقرار يضمن مع النادي جدا. يعني انت شفت ان اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب في موقف فتوح هي ادارته صح، بحيث ان هم يحصلوا على توقيع طبعا ودي فرقه جدا. فالكلام ده عليك بشكل معين مختلف، ضغط الوقف بلس ان كمان الجمهور حابب فتوح، وفتوح زملكاوي بيحب الجمهور بتاع الزمالك، ولما بيلعب بيأدي كويس. وخلي بالك اللعيب برضو لما بيبقى موجود في نادي واشتغلت فيه على فترة طويلة، فتوح عارف النادي وعارف اللعيبه واصحابه وكذا وكذا. انت كنت بتتكلم يعني الاثنين دول، الاثنين فتوح وزيزو، لو زيزو مشي وجاب مبلغ كويس عندك مشكله؟ عند نادي الزمالك مشكله دلوقتي؟ بص دايما احنا كمدربين او لعيبه كبار زي ما انت عارف، حضرتك انت عارف، بنتكلم في موضوع ان مفيش فرقه بتقف على لعيب بالظبط، بس تحديدا في التوقيت اللي احنا موجودين فيه مفيش لعيب بحجم زيزو دلوقتي معلش بيعمل فروق فرديه للفرقه. لو انت عندك 2 3 زيزو برده ما بيبقاش في حالته، لا هو في حالته طول الوقت، انا اسف معلش، يعني لا في ماتشات كتيره ماشي، بس في اوقات كتير جدا انت النهارده بتبني خطتك عليه، او هو عنده حاجات معينه بتشتغل عليها، منها ماركور ثابته، منها مجهود وافر جدا في الملعب، منها بيلعب اماكن كتير، منها رقم 10 ناحيه الشمال ناحيه اليمين، فبيعوض لك حاجات كتير جدا موجوده في الملعب ما تقدرش تستغنى عليها دلوقتي لما يكون عندك 2 3 نفس حجم زيزو او مستوى زيزو اللي موجود، او فرقه ماشيه ببطولات. هو النهارده النادي الاهلي لما جه اختار النهارده يطلع حمدي فتحي كان نجم السنه اللي فاتت، والراجل كان رقم احسن رقم 8 في موجود في مصر، جاب امام عاشور، وعنده اوريدي ديانجو عند مروان، وعنده فانا بقول لك ما هو كوكا، هو لو كان ما كانش عنده الناس اللي موجوده دي كان عام خد القرار ان حمدي يطلع، اعتقد لا. فانت النهارده صعب تطلع ده حتى لو جالك منه ملايين. انا اقول امتى؟ لما نادي الزمالك يتحط على الراوند الصحيح، عندك لعيبه وموضوع القده يفتح وتجيب لعيبه كويسه سواء من بره سواء من جوه، وده تفرق جدا في النادي الفتره اللي جايه مع استقرار الاداره. على فكره الاداره اللي جايه تشتغل طبعا، جايين يشتغلوا، ناس بيحبوا النادي وجايين يشتغلوا، ما فيش وقت الصراحه. هم انا الزمالك خلي بالك هم مش الكوره بس اللي فيها مشاكل، انت عندك العاب تانية كتير جدا في النادي فيها مشاكل. ايوه ما هو النادي ككل يعني الحقيقه فدي فرقه معاهم، انه عندهم حجم كميه ملفات انها تنجح الفتره اللي جايه دي، وبالذات موضوع الكوره، ان طبعا اللعبه الشعبيه الاولى في النادي ودي فرقه جدا مع النادي، وده هتفرق معاهم جدا الفتره اللي جايه، منها نجاح فتوح ان انا بسكت الجمهور شويه بلعيب مهم كنت بتتكلموا عليه واللي انتوا عايزينه، والراجل خد فلوس ومبسوط وكده. انت برضه ما بسكتش الجمهور، مش فكره تسكت، لا انا مش بسكت الجمهور، انك لعيب كويس ومهم. لا في الفتره الاخيره كنا بنتكلم، انت على فكره اعتقد ان فتوح يمضي ويجدد، ده بترفع من روح المعنويه لكل نادي الزمالك طبعا، وجهه نظري طبعا شخصيه. انت بعد ما يتقال معلش انت رايح النادي المنافس ويتقال مش عارف كذا كذا، خلينا نكون مقتنعين ان اهلي وزمالك مهما رحت طبعًا. ومهما اتكلمت كابتن فاروق هتلاقي الشارع بيتكلم اهلي وزمالك، لعيب بيبقى كويس هنا الزمالك بيتكلم عليه والعكس صحيح. فالنهارده ما تيجي تمضي مع لعيب كان الاهلي بيتكلم عليه او انه مسافر بره او 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 وتقعده في النادي اللي فيه حجم المشاكل، ممكن لعيب يقول لك انا عايز امشي، بس قاعد في النادي وانت مضيت معاه وطلعت واتكلمت وراجل طلع اتكلم واعتذر باعتذار رسمي، ودي فرقت مع النادي ودي هتفرق مع الفتره اللي جايه. طيب في حاله فك القيد بالنسبه لنادي الزمالك، ايه اللي محتاجه نادي الزمالك عشان الامور بالنسبه له في فتره التوقف دي يقدر يقف على رجليه اكتر واكتر، بحيث ان هو عنده الكونفدراليه، ما زال الدوري مستمر، عنده نهائي كاس مصر، عنده امور كتير جدا برضو، ما زالت البطولات مفتوحه، يعني قوس البطولات مفتوح. بص انا بشفق طبعا على الكابتن معتمد، موضوع قفل القد فرق جدا مع الفرق. خلينا نكون مقتنعين برضو ان النادي محتاج 5-6 لعيبه على الاقل سوبر. اللعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه كل حاجه، بس في اماكن انت تحديدا محتاج لعيبه فيها، منها باك رايت، منها باك ليفت، منها ديفندر كويس، منها رقم 8 كويس، منها فيرد سنتر فيرد كويس، سيرد باكين كويسين. انا بكلمك فرقه كامله مع مجموعه اللعيبه عشان تقدر تكمل في حجم البطولات انت بتتكلم فيه.
انا اسف انا اسف، يمكن دلوقتي احنا مركزنا في الدوري لا نادي الزمالك مركز ال 12، فصعب جدا انك تكمل ده الا لما القيد يتفتح، وده لازم ملف مهم جدا. وانا طبعا بكلم مجلس الاداره من خلال كابتن فاروق ان لازم الملف ده لازم الملف ده ده اول حاجه ده طبعا هتقدر تجيب لعيبه يقدروا يكملوا الفتره اللي جايه. عندنا فتره توقف. طب هي النقطه بقى قبل التوقف، ما انت عشان اللعيبه التوقف ده تقدر تشتغل بيه صح لازم تجيب برضو لعيبه عشان تقدر تستفاد منها. هل في لعيبه في الدوري المصري انت شايفهم على الساحه ينفعوا نادي الزمالك؟ خلي بالك انت جبت في جبت السنه اللي فاتت، جبت السنه اللي فاتت شلبي وجبت جبت سنه لكن نجاحهم لا يتعدى من وجهه نظري او وجهه نظر الجميع يعني لسه ما وصلش ال 50% حتى. فهل في الساحه في الكره المصريه لعيبه نقدر نادي الزمالك يجيبهم وكمان المقابل المادي بتاعهم؟ انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا لنادي الزمالك. اللعيبه اللي انت عايز تجيبها موجوده في انديه كبيره زي بيراميدز تحديدا، في 2 3 لعيبه انت محتاجهم من هناك. هل بيراميدز هو موجود في الحاله اللي موجوده فيها والنادي وحجم المصروفات اللي موجود في النادي والاستثمار اللي موجود في النادي واللعيبه بتاخد مبالغ عامله، هل انت في نادي الزمالك هتعوض اللعيبه دي مبالغ تبقى موجوده؟ الا اذا لعيب بقى عايز زي مثلا مصطفى مسح، مصطفى فتحي مثلا من اللعيبه اللي انت محتاجهم. رمضان عشان نرجع للجماهيريه تاني انت محتاجه النادي الزمالك برضو، وان اللعيب ده خلي بالك من اللعيبه اللي محتاج جمهور وانت عارف كده كويس. رمضان محتاج جمهور عشان يرجع. عبد الله جه عليه فتره من الفترات دلوقتي هو نجم بيراميدز دلوقتي، احنا بنتكلم انه سن كبير ومش سن كبير. انت اتفرجت على ماتش امبارح من احسن الناس اللي موجوده، بس مهما كان الاسامي دي هتبقى موجوده عندك في نادي الزمالك هترجع شويه الثقه للجمهور مع اللعيبه مع الاداره اللي موجوده، هتلاقي عندك فرقه تقيله تقدر تشتغل بيها. فانا بقول لك اللعيبه اللي انت محتاجها بتاخد حجم مبالغ كبير، وده هيفرق جدا من اللعيب. هل انت عايز تروح الزمالك وتستغنى عن حته الماده، او ان انت عايز تبقى موجود في النادي بتاعك وكذا وكذا؟ في لعيبه كتير جدا منهم عمر كمان ومنهم كذا ومنهم كذا، انت محتاج كذا لعيب من اللعيبه اللي موجوده دي. وانا بقول ان مجلس الاداره نجاحه ان يستقطب 2-3 من اللعيبه اللي موجوده دي. عندك ناس في مجلس الاداره يقدروا يصرفوا بشكل كويس. انت عندك بقى عندك مصداقيه دلوقتي مع الناس في الشارع ان انت مجلس اداره منتخب بشكل كويس، ناس بتتعامل كويس، ناس بيقفلوا كل الملفات اللي كانت مقفوله بشكل وحش بيحاولوا يصلحوا فيها. اتمنى الثقه دي تبقى موجوده عند الناس اللي بره وعند اللعيبه تحديدا اللي موجوده في الانديه الثانيه. طيب يعني مستمر في نادي الزمالك الحقيقه، لو فضل الوضع كما هو عليه وفكره ان حجم اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها ده ما جوش، هل نادي الزمالك يقدر يعني يحصل على اي بطوله من اللي مشارك فيها في السنه دي؟ انا بقول هي قصه ناشئين دلوقتي بقى. هل انت عندك قطاع ناشئين يقدر يطلع وفره لعيبه زي كانت موجوده قبل كده؟ وانا بقول ان موضوع الرابطه وعدم ان انا العب مباراه الرابطه دي ممكن سلاح ذو حدين. احنا بنقول الرابطه يعني؟ الرابطه كانت موجوده على اساس بتطلع اللعيبه اللي موجوده عندك وتطلع لعيبه ناشئين تقدر تعتمد عليهم في ظل عدم القيد. هو قرار اللي اتاخد قرار الزمالك انسحب، فهل اللعيبه اللي انت انسحب عشان بطوله دبي، هل في بطوله دبي انت هتجرب فيها لعيبه؟ يعني بطوله دبي اللي هي في يناير في ما هي دي ما هو في واحده ثانيه في ابو ظبي اللي هي اللي موجوده في يناير اللي هي اللي فيها الثلاث فرق ضرب فيها الرجاء والاهلي السعودي كان نادي الزمالك طبعا وافق عليها امبارح ولا اول امبارح ولا عشان الاهلي انسحب فقال لك برضه انا كمان لا خالص لا مش كده لا مش بتحسبش كده بس انا بقولك علاء انا النهارده عندي قطاع ناشئين عندي عدم قيد لا اطلع ناشئين اقدر اشتغل معاهم الفتره اللي جايه مهما كان مجموعه اللعيبه مش هقول استهلكت هم اللعيبه اللي وجدنا مش هتقدر تكمل بيهم عندك بطوله الكونفدراليه انت ماشي بيها اول بشكل كويس بس داخلها بعد كده على ادوار اقصائيه مع فرق تقيله طبعا منها فرقه واخده البطوله منها فرقه لسه طالعه منها فرقه كذا هم الثلاث فرق اللي موجودين فدي فرقه معاك جدا انك لازم تدخل عناصر جديده في الفرقه عناصر شباب جدا إيه؟ هي فرصه للنادي الزمالك الكونفدراليه السنه دي يعني فرصه بس فرصة. في حتى وانت خلي بالك انت عندك اتحاد العاصمه ونهضه بركان والافريقي التونسي هم الثلاث فرق تحديدا هم اللي موجودين معاك الافريقي مش هو الافريقي بتاع زمان بس عندك فرقتين انت برضو خلي بالك اللي ساند الجمهور الزمالك جمهور نادي الزمالك دلوقتي انت عندك حجم جماهيريه كبيره جدا نادي متعطش للبطوله عندك مجموعه لعيبه انا مش بقول وحشين قوي فرقه كويسه في لعيبه كويسه في 11 في 13 14 لعيب كويسين يقدروا يكملوا بس عشان فرقه بطوله لازم يكون عندي 20 لعيب كويسين طيب رجوع الونش ومصطفى شلبي يفرقوا معاك بشكل كبير جدا جدا الونش تحديدا في الحته اللي ورا الونش بالذات الونش عنده خبرات كبيره جدا يا فاروق انت عارف كده كويس لعيب لعب منتخب مصر انا كمان مرنت اللعيب ده هو عنده حاجه مش موجوده عند لعيبه ثانيه حته القلب شويه ودي بتفرق بلس ان هو خلاص حافظ مكانه
بقى كابتن موجود، ودي فرقه مع حتى مع الماتشات اللي فاتت مع نادي الزمالك. الاصابه عطلته شويه، بس رجوعه هيفرق جدا مع مصطفى شلبي ناحيه الشمال برضه، ودي لو تغير مكان زيزو ثلاثه اللي قدام تحديدا كان شيكابالا بديل او بينزل، فكان عندك في الحته اللي قدام في مرونه شويه في التغيير. انما في احيانا دلوقتي هم الثلاثه اللي موجودين استهلكوا معاك، بيخشوا معاهم اوباما شويه بس طبعا. مهما كان برضه لما بيكون معاك فرده زي مصطفى شلبي بتفرق معاك جدا. لا هو مستواه زاد قوي قبل الاصابه يعني، انت يعني تحديدا الماتش الاخير بتاع سجرادا انت لعبت لعبت سيف الجزيرة، لعبت فرويد ولعبت نصر ناحيه اليمين، والنصر ده مش مكانه. فعشان ما عندكش وفره في الاماكن في اللعيبه اللي موجوده، ما يكون عندك وفره رجوع فتوح جدا هيفرق كمان في الحته اللي قدام، سواء عبد الشافي بيلعب باك ليفت او بيلعب في الحته اللي قدامه يخش فيندز لما كان شغال مع سوريو، ودي فرقت جدا مع فتوح في تغيير بعض مراكزه يعني. طيب لو احنا قلنا لعيب في نادي الزمالك كنت تتوقع ان مستواه يبقى افضل من كده بكتير، وانت اتفاجئت ان بعيد تماما عن المستوى. والله بص هو انا يعني كنت متوقع له ان هو يبقى افضل في المجموعه اللي في الموجوده دلوقتي. ما موجوده دلوقتي انا كنت بقول مثلا زي السيسي، كنت شايفه من الديفندرات الكويسه قوي، يغيب شويه ويرجع شويه، يغيب شويه، من الديفندرات اللي كان عندهم قلب وبيطلعوا في الحته دي واشتغلوا فيها. هو الفتره الاخيره بقى كويس بس اتعطل كتير قوي. نبيل عماد دونجا برضو كنت مستني منه حاجات كتير جدا، كان في بيراميدز كان بارز قوي. انت بتتكلم عشان مكان مركزك؟ انا بتكلم عشان مركزي انا كان موجود. ناصر منسي برضو يمكن برضو حته السنتر فيلد اللي موجود اللي كان دايما هداف الدوري وموجود فيها انا برضو شايفه لسه. بس خلي بالك كل ده بقى نجاح مجموعه ومنظومه، اللعيب نفسه برافو فاروق، اللعيب نفسه لازم ابقى كويس مع المجموعه كلها، ما ينفعش ابقى كويس لوحدي. انا كنت شايف محمد عبد الغني ده لعيب كويس قوي، محمد عبد الغني ما اعرفش مره واحده لقيت يعني عارف عشان انت تعرف انت دلوقتي انت حاجات بسيطه قوي في الكوره انت سهل انك تشتغل عليها. محمد عبد الغني كان كويس، كان كويس قوي جروس، كانت المجموعه كلها كويسه وفرقت جدا مع شغله فرديا يعني، قوي جسمه كويس عنده قوه وسرعه. كل الاوقات اللي كان فيها محمد عبد الغني كويس كان جنبه سرد باك كويس اللي هو الونش. يعني غياب الونش اثر على لعيبه ثانيه بشكل كبير جدا. كانوا حافظين بعض، لعبوا مع بعض فترات طويله. محمود علاء الفتره اللي كان موجوده في نادي الزمالك ادى بشكل كويس مع الثلاثي اللي كان موجود تحديدا، اي حد في اثنين كانوا بيلعبوا ودي فرقت معاهم جدا مع محمد عبد الغني. حتى مش عايز اقول الفتره اللي بقى حصل فيها تخبط وبقاش فيه لعيبه كتير جدا، لعيبه بتتصاب، لعيبه بتبعد، لعيبه بتسافر، لعيبه كذا كذا، مش عايز اقول في لعيبه كشفت لا، بس في لعيبه ما ينفعش تبقى موجوده غير في تيم كويس. عوده اوباما ساعدت ولا ما ساعدتش؟ من اللعيبه اللي ما كانش ينفع اصلا تخرج. اوباما يمكن عنده الحته بتاعت الجمهور شويه، يمكن معلش ما عندوش وفاق شويه مع بعض الجماهير بسبب حاجات كتير جدا في الملعب، ان هو مثلا بيحتفظ بالكره كتير منها كذا منها كذا. بس مفيد جدا لاي مدرب موجود. اوباما من اللعيبه اللي بتحدث فارق، ودي بتفرق جدا في اي فرقه معاك كويسه، ان يبقى عندك اتنين تلاته بيحدثوا فارق. يعني ايه واحد ضد واحد اقدر اعدي؟ مش موجود عند لعيبه كتير يا فاروق. يعني ايه واحد النهارده في ال 18 رقم 9 بيقدر اجيب جول، بقدر اطلع بدماغي كويس هيدرز؟ ده مش موجود عند ناس كتير. ممكن بأدي لعيب مؤدي، لعيب سريع، لعيب كذا، لعيب بضغط، لعيب ناحيه اليمين كويس، بس الفروق الفرديه قليله. منها زيزو ومنها شيكابالا فروق فرديه، منها اوباما، منها سيف الجزيري من اللعيبه طبعا الكويسه جدا. عنده حاجه مش موجوده في عند اي حد تاني، منها السرعه، احتفظ بالكوره، بيعرف يلبس المدافعين ضربات جزاء كويس جدا جدا ايام ما كان معانا في المقاولين. طيب قبل ما انتقل لامور ثانيه، ممكن هكلمك على كاس العالم للانديه وكلامك على بطوله السوبر دلوقتي، هسالك سؤال. فايده يعني ان مباراه الاهلي والزمالك انها تتلعب لما بعد الرجوع من كاس الامم الافريقيه افادت نادي الزمالك ولا افادت النادي الاهلي؟ بص هي في الحاله اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي لا، هي افادت نادي الزمالك، وفي نفس الوقت برضو هي ادت فرصه للنادي الاهلي انه يشم نفسه شويه عشان البطوله اللي موجوده عنده. خلينا اقول لك ان هزيمه اي فرقه من الاثنين بتعمل دروب شويه في النادي والجمهور. صح ولا مش صح؟ هزيمه يعني الزمالك لو الاهلي والزمالك لعبوا دلوقتي بعض انت عايز توصلني لحته؟ لا مش قصدي والله دلوقتي كمستوى. مين يكسب قصدك يعني؟ مين يكسب؟ لا اصل خلي بالك مين يكسب دي خلي بالك. هي خلي بالك عندك ماتش في الدوري، هي معتمده ماتش نهائي كاس ماشي، هي معتمده دلوقتي بحاله اللعيبه والله خالص. اهلي وزمالك كنت عارف كده كويس جدا، مش معتمده خالص. انت بتبقى نازل والجمهور كله وعندك ثقه بقالك كفتره من الفترات. الاهلي برضه بتلقح كلام عشان انت اهلاوي صح؟ لا والله ما تدخلنيش الحته دي. لا انا بتكلم فعلا عن المستوى الفني. فكره التوقف وانك تبتدي يعني مثلا فك القيد ولاعيبه جدد بالنسبه لنادي الزمالك يفرق جدا في مباراه قمه جدا، سواء بقى كانت مباراه نهائي كاس او انت تاخدها تحدي. انت تاخدها تحدي، ده الدور الاول لسه هيتلعب. لا لسه انا ما اعرفش الماتشين لسه، الدور الثاني كان ميعاده لسه ما جاش. الدور الاول شهر 2 وفي كاس مصر، وكاس مصر كاس مصر اللي تأجل شهر 3. فانا بقول هي هتبقى رجوع لنادي الزمالك. رجوع لنادي الزمالك في حاله يعني انك القيد يتفك
وترجع تاني وتكسب مباراه الاهلي. لا ده الثقه ترجع بشكل 100%. خلاص انك كسبت فرقه كبيره وكسبت فرقه مصنفه بالنسبه لك في الدوري المصري اللي موجود مع اللعيبه اللي موجوده، هتديك ثقه فترات طويله جدا لنادي الزمالك هتبقى احسن دلوقتي بعد ما القيد يتفك. انما قبل القيد باللعيبه اللي موجوده، انا اسف دلوقتي رجل النادي الاهلي موجوده دلوقتي في بطوله كاس عالم انديه، موجوده في البطولات اللي بيشارك فيها كاس السوبر اللي موجود بيلعب وموجود واخد ثقه غير طبيعيه بين اللعيبه والاداره اللي موجوده والجهاز اللي مستمر بقاله سنتين وشويه في النادي مع الجمهور اللي موجود والبطولات انت بتاخدها مهما كان. برضو واخد كاس عالم، ثالث كاس عالم، وكان يامله اكتر يعني ياخده في الضيق المفروض. بس برضو خدوا ثالث كاس عالم، ودي فرق جدا مع النادي. بيلعب كاس السوبر، وطبعا نهائي كاس السوبر هيفرق معاه جدا ويرجع كمان يلعب كاس مصر هتفرق معاه يعني. طيب فكره المشاركه في كاس العالم حلم كل زملكاوي طبعا، ماشي. ودايما في خلاف على ان بطوله كاس العالم مهمه ولا مش مهمه ما بين الزملكاويه والاهلاويه، لكن علاء نفسه شايف مشاركه النادي الاهلي وحصوله على المركز الثالث ايه؟ لا انا كمدرب يعني، انا كمدرب دي حاجه كويسه جدا طبعا. يعني لما اخش حتى لو انا داخل مع ست فرق ست احسن ست فرق في العالم انا بطل أبطال. خلي بالك، خلينا بتكلم برضو، هو نظام البطوله كده، هو نظام البطوله كده، بس مهما كان برضو هو مش مقياس. لا الا يقول لك السيتي مثلا اخذ بطوله ضعيفه، هو يعني السيتي ما بيحسبهاش برضو كده، بطل بس واخد بطوله. بس انا بتكلم برضو ان نظام البطوله نفسه نظام مش حيادي شويه. يعني ايه بطوله؟ فرقه تيجي من بره بطل اوروبا يجي يلعب ماتش واحد يلعب نهائي، وفرقه تانية تلعب ثلاث ادوار مش عارف كذا. لا هو النظام الجديد اللي هيتعمل بشكل جديد 25 فريق، ده حاجه كويسه جدا طبعا، ان تقدر تطلع فرقه كويسه وتقلع عليها بطوله كاس عالم. بس مهما كان على مستوى اللعيبه اللي موجوده او مستوى الانديه اللي موجوده، خمس ست فرق اللي موجودين، ان ياخد مركز ثالث وفريق عربي طبعا ده حاجه كويسه جدا طبعا النادي الاهلي. انا بس عايز اقول حاجه، طيب البطوله اتغيرت شكلها بس هتفضل اسمها كاس عالم انديه طبعا، والاهلي مشارك كذا كذا، مفيش نادي عربي ولا افريقي تسع مرات هياخد اربع مرات ثالث عالم. لا طبعا خلاص بس الكتغ خلاص، لا هي الكتغ الموضوع صعب على افريقيا وعلى العرب ايضا يعني، بالتالي ده طبعا. ما انا بص، هو النادي الاهلي يمكن دي موجوده فيه طول الوقت موضوع ان البطولات وموضوع الكاس العالم الانديه هو فارق معاه جدا، اكتر فرقه مشاركه، اكتر فرقه خدت مركز ثالث، وده مش هيجي من فراغ، ده هيجي طبعا من منظومه كويسه طبعا، من اداره كويسه موجوده، من اللعيبه طبعا عندها الاصرار وعندها الاجتهاد انها تاخد بطوله ورا بطوله ورا بطوله. ما عندهمش حاجه من المشاكل اللي موجوده في النادي عندنا. النادي مش موجود في حجم المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده. انت محتاج وقت الفتره اللي جايه. انا بقول ان الفرقه ترجع بالنظام والالتزام والانضباط اللي موجود في مجلس الاداره، وان هو قادر يقفل الملفات كلها كانت مقفوله مع اللعيبه اللي يكون عندها اصرار كويس. وخلينا اتكلم برضو تحديدا موضوع اللعيبه اللي هتيجي، بيبقى انطباع. في احيانا بتجيب لعيب مكسر الدنيا في الدوري بتاعه وتيجي تدخله اهلي وزمالك مبقاش كويس خالص، صح؟ هي بتفرق، هو الانطباع. هل جايبين لعيب مودس ده مكسر الدنيا يعني مفروض اسم كبير في اوروبا في الوقت الحالي، تخيل انا أهلي انا بشوف مودس من انا يمكن الفرق الكبيره طبعا اهلي وزمالك والفرق الكبيره، دايما لما بجيب لعيب من بره دايما ابص على فيديوهاته كويس جدا، اتفرج عليه ماتشات بره في اللايف بتاعه بره بعيد عن الفيديو. في احيانا فيديوهات بتبقى مضروبه مش اسف يعني، في حاجات بتبقى طبعا يعني متطوره شويه في الفيديوهات، لا انا هروح هناك ابص عليه، اتفرج على اللعيب في الدوري بتاعه ماتشات لايف على الهواء، هل هو يقدر في الحته دي تحديدا يفيدني ولا ما يفيدنيش؟ لا انا شايف ان الفتره دي خلاص ما جاتش النادي الاهلي، لان يعني عنده حاجات قليل قوي، في ناس تلعب اكتر منه النادي الاهلي طبعا. صلاح محسن مثلا طبعا، بس هو اصلا عدم تواجد محمد شريف او ان هو يمشي برضه، انا برضه انا برضه اتكلمت في الموضوع تحديدا، قلت انا انا يمكن محمد شريف من اللعيبه مهما كان برضه اوقات بيبقى بعيد شويه عن مستوى بعض ماتشات، بس محمد كان موتيف في الحته اللي قدام. بس بالرغم من ده، لا ان النادي الاهلي ما تاثرش هجوميا، النادي الاهلي مثلا جايب 7 اجوان في البطوله دي وبيكسب يعني، مش النادي الاهلي مش باصص لها كده، مش باصص لها ان هو يجيب اجوان، ما هو ممكن اجيب اجوان من اللعيبه الثانيه اللي موجوده زي كهربا وحسين، انت بتلعب كهربا اوقات كتير، فيرود طاهر لعبته فيرود الماتش بتاع امبارح، ده مين انت بيرست لعب فيرود، حسين الشحات اوقات، ففي حاجات كده، بس انت محتاج فيرود، محتاج فيرود تسعه تفرق، ها تسعه زيك وزيك كابتن حسام حسن، الناس اللي موجوده فيرود تسعه في ال 18 ابقى موجود اقدر كذا، ما فيش حد تسعه موجود تفرق، ها جدا هتفرق في كورسات، هتفرق في كذا، هتفرق في كذا، تفرق في محطه للناس اللي موجوده من تحت، مش دايما بيبقى هربان، دايما مش عارف كذا. هو الثقه هو فاقدها جدا يعني، حتى لما نزل واضطرب في ماتش كان صعبان عليه جدا يعني، طبعا يعني حتى عايز يثبت نفسه وكذا وكذا، بيحصل لك دروبات كده في نادي، وانا بقول لك الانطباع بقى، انت خدت انطباع في النادي انك
قليل على الناس اللي موجودين ودي فرقه جدا معاه. وخلي بالك الولد ده شكله بيسمع وشكله بي يعني لا هو خلاص وصل له المعلومه اكيد برضو. مين اللي انت يمكن يعني صابه سوء توفيق وانت بتلعب كان حواليك في النادي الزمالك وحسيت ان هو فعلا مش ماشيه معاه؟ والله وانا بلعب لما كان وليد صلاح لطيف. وليد من اللعيبه المهمه. مع انه وليد طبعا كان نجم بس في وقت معين كان وليد كان لازم يطلع في الحته دي. ان الفراود ده طبعا كانوا كويسين. طبعا كان حاليا ماشي كويس جدا. طبعا الجيل بتاعنا اللي كان موجود تتمنى وليد طبعا وليد من اللعيبه كويسه بس طبعا الفراود الكويسه اللي كان موجود في المنتخب الاولمبي. طبعا معايا كويس طبعا. كان الجيل بتاع منصور ده تحديدا اللي هم كان وبعدين كان في ايمن محب تفتكر انت؟ ايمن كان في ياسر تحسين و عطيه صابر كان معاهم عطيه راح السنه اللي بعديها كان في الاولاني في الاسماعيلي في المنصوره السنه بتاع كابتن حسن مجاهد هو راح لهم سنتين ياسر الكناني لا من مسعود وكان في فرقه وياسر وياسر عبد الواحد كان في فرقه في نادي كان فرقه تقيله منهم كان وليد طبعا يعني وليد من اللعيبه اللي اتظلموا شويه او ما سمعش قوي احمد صالح كان لعيب كبير برده ما خدش الهاله بتاعته برده ده اللي انت شفتهم. طيب خليني عشان انا وقتي بينتهي علاء عايز اسالك على كابتن معتمد فكره استمراره والتفكير دائما في كل مباراه ممكن تكون اداء مش حلو ونتيجه مش حلوه ان الكابتن معتمد لا يكون في مدرب اجنبي مش كابتن معتمد يكمل الموسم. بص انا ضد دلوقتي ان انا اجيب مدرب اجنبي غير في فتره توقف كبيره لو انت عندك الحجم القوه الماليه انك تقدر خلي بالك المدربين الشاطرين دلوقتي بقوا برقم. هل انت عندك القوه الشرائيه الماليه انك تجيب مدرب اسم كبير نادي الزمالك دلوقتي؟ اتمنى تبقى موجود ان شاء الله تبقى موجود يعني ومعتمد يشتغل معاه. معتمد ماشي كويس دلوقتي. طبعا هو معتمد دلوقتي بيحافظ على حته ان انا راجل اول. بدليل الماتش الاخير انا اتفرجت عليه مباراه سجراده الاخيره عايز ابقى اول مجموعه هلعب بثلاث فندرات وهلعب بفيرود واحد وهنزل ادافع تحت عايز اطلع كذا مش عايز اهاجم كتير فبيدور على الحته دي تحديدا بعد ما خسرت من المباراة المصري. يعني النهارده خسرت تاني لا تبقى مشكله جدا دلوقتي وانا عايز اثبت رجليا واثبت اسمي. هو معتمد مدرب شاطر من المدربين اللي قدروا الفتره اللي جايه يقدروا يعملوا حاجه انه نفسيا انا بتكلم من المدربين اللي بيبقوا نفسيا مع اللعيب دي موجوده في معتمد. فاتمنى يكون موجود الفتره اللي جايه يقدر يزق شويه او يشتغل شويه مع اي مدرب اجنبي انت هتجيبه. بس انت عدت فتره التوقف تقدر تشتغل بقى بشكل كويس. انت كاداره هتجيب مدرب اجنبي تجيبه دلوقتي. ما ينفعش اجيبه الموسم شغال. ما ينفعش اجيب مدرب اجنبي اقول له تعالى خد الفرقه تجيبه دلوقتي عشان فتره في التوقف بقى بدايه الموسم. فاروق نجحنا في سنه فريرة يعني احنا قعدنا شهرين بعد مشكله الدفاع الجوي عملنا فتره اعداد في النادي. ما رحناش هنا ولا هنا. الراجل رسم الملعب خطوط بدا يعامل اللعيبه يعني ايه بساط يعني ايه مربعات يعني انا اقف هنا يعني اشتغل هنا. ده اللي نفعنا عرف امكانيات كل لعيب موجود في الفرقه. دي فرقت ابتدى من هم في قطاع الناشئين كده والله العظيم. انا كان بيتكلم في استلام وتسلل. ايوه انت عارف يعني يقول لك اللعيب المصري اوقات ما بعرفش يستلم وتسلل. كان بيتكلم في ده كروش لما قال كده كان مش غلطان يعني. لا هو الراجل كان بيتكلم في دي تحديدا كمان يعني يقول لك اكبر مشكله في اللعيبه المصريه استلام وتسلل. هي الكره اصلا استلام وتسلل. تتفرج على السيتي دلوقتي معلش استلام وتسلل رقم واحد في العالم. ازاي اقدر امسك الكوره واطلع كوره وده اللي بيفرق مع اللعيب. طيب بطوله السوبر اشتغلت حقيقه بيراميدز بيخرج من بطوله السوبر لا وهاخدك لنقطه بقى مهمه برده مرتبطه بنادي الزمالك وهو سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه. هل عدم يعني مشاركتهم هل هم كده اخطاوا في التواجد في التوقيت ده مع نادي بيراميدز؟ بص اقول لك على حاجه يعني ان حتى الان نادي بيراميدز بيبحث عن امور كتيره جدا منها بطوله والامور ما بتوفقش. انا بقول ده تفوق عدم توفيق. انت عندك من اجمد لعيبه في مصر موجودين في مصر اي لعيب بيبقى كويس بدليل يوسف راح بدليل سيف كانوا موجود في نادي الزمالك واشتغلوا بشكل كويس مع الراجل. خدوا دوري وكانوا طالعين من المجموعه اللي قلت لك عليها مجموعه لعبت كاس الرابطه. مجموعه طلعوا مع الراجل من الناشئين من تحت خدوا دوري عام. برزوا بقوا كويسين. انا كان نفسي يستمر. تفكير كان في الفلوس اكتر مليون في المية مليون في المية. يعني مش في انتماء عمره كان انت لا خالص لا انت فكرت في فلوس اكتر. فكرت في نادي الزمالك انه عدم استقرار ده بهروح نادي بقى في استقرار وفلوس. الفترة اللي جاية هم ما اسوهاش بشكل تاني خلاص مختلف. الجماهير معلش يعني اللي حواليهم مش قليلين عشان يفهموهم حاجه زي اللي انت بتقولها. بس مهما كان برضو مهما كان انا لسه انا اسف بالقلم الرصاص. يعني احنا ما لعبناش حجم بطولات في النادي ما لعبناش ماتشات كتير جدا عشان ابقى موجود ويتقال اسمي لعيب خلاص ابقى موجود اتقل اسمي بعد كده اخرج. بس انا فكرت الموضوع مادي. نادي الزمالك فرقه كبيره جدا. نادي كبير جدا في مصر. اي حد يتمنى يكون موجود في نادي الزمالك فده كان لازم يشتغلوا عليه. النهارده وجودهم في بيراميدز زي ما بقول لك كده الانطباع الاول. طب احتمال كبير جدا ما دخلوش مع اللعيبه لسه.
انا كمدير فني دلوقتي ما قدرت يعني ما قدروش معانا. الناس زمان كانوا قادرين وكانوا قادرين يلعبوا وقادرين ينزلوا لما يعني بينزلوا بعض اوقات كتير جدا بيبقوا موجودين، انما النهارده بيراميدز لسه مش قادرين يحطوا رجليهم بدليل انهم مش موجودين. في لعيبه تانية بتلعب عليهم بس هي دي فرق يعني. طيب تتوقع الفتره الجايه بالنسبه لهم ايه؟ هما الاثنين تحديدا يعني انا اتمنى ان باتشيكو يديهم الثقه الفتره اللي جايه، انه لعيبه كويسه عندهم كده اصلا هيكمل احتمال كبير. النادي الناس اللي بيفكروا هناك وتحديدا الكابتن ممدوح عيد يعني من الناس اللي دايما بتحب المدربين يستمروا بغض النظر ما بتعاملش بالقطع، يعني ان انا عندي كذا فيمشي فكذا. فباتشيكو عنده حاجه كويسه. ايه مشكله بيراميدز من وجهه نظره؟ انا بقول مشكله بيراميدز نفسها في عدم الاستمراريه. بص كل لعيب دلوقتي موجود في النادي وبيتقال على حتى من بره فلوس، عايز اخد فلوس، عايز مش عارف كذا، عايز كذا، عايز كذا. انا ما اعرفش هو سوء توفيق ما بينهم غير طبيعي. يعني مثلا لو السنه اللي فاتت في نهائي كاس مصر مع الاهلي كنت انت اقرب، كنت انت مش عارف كنت تخسر، بتبقى قريب للبطوله بتروح منك. انا مش عايز اقول غير سوء توفيق. انت بتعمل اوقات كتير جدا مباريات كويسه، امبارح تحديدا ما كانوش كويسين. الفرقه اللي قدامهم كانوا شاطرين جدا، فيوتشر قدر يقفل عليهم كويس قوي، مدرب شاطر جدا موجود معاهم قدروا يعملوا جيم عليهم كويس بدليل انك وصلت ضربات الجزاء والناس خلاص ضربات الجزاء صعبه، مع ان قوة شرائية وكلعيبة موجودة بيراميدز احسن بكتير، فرق كبير جدا يعني. انما دلوقتي الوقت الحتة الفنية، الحتة الفنية الراجل قدر يدافع كويس مع باتشيكو، مع ان باتشيكو مدرب كويس انا اشتغلت معاه منظم. كل مدرب له حاجة موجودة دايما في جمهور، ناس من الجمهور كتير جدا يا فاروق بيحبوا الحتة الجمالية، لازم فرقتي تبقى كويسة حتى لو اخسر. اوقات كتير جدا بسمع من الزملكاوي يقول لك انا عايز ابقى كويس في الملعب بس اخسر، اقول له ازاي؟ في مدربين ما بيحبش اخسر، انا عايز احافظ على الحتة الدفاعية وبعد كده بقى كويس. زي فريرا لما خدنا معاه دوري ما كناش كويسين على فكره في الملعب خالص، ما كناش بالشكل الجمالي. انت بتخرج 1-0 بس بتقفل، تغييرات في الدقيقه كذا معروفه، كل واحد عنده سيستم شغال بيه. هو سوء توفيق مقابل بيراميدز الفترات اللي فاتت دي كلها. هو سوء توفيق ولا يعني ايه وجهه نظرك انت كوجهه نظرك انا وجهه نظري ان الجيل الحالي من اللاعبين وبالاخص في بيراميدز مش في دماغهم، لا عامل الجمهور كمان مش ضاغط عليهم، وده اللي كلمتك تحديدا فيه في الاول مع رمضان صبحي لما قلت مش ضاغط. فبالتالي هو بياخد فلوس كويسه، يتغلب ماتش ما يكسب ماتش مش في دماغه اكتر ما ان هو بياخد مرتبه في توقيته طبعا. ما بيتخصمش منه فلوس. ده سبب من الاسباب. فبالتالي ده برضو انا بروح على الاداره لازم اقول لهم لا، ده المفروض انتوا تتعاملوا مع اللاعبين بشكل مختلف، في عمليات تحفيزيه وثواب وعقاب وامور اكن تعوض بقى عامل الجمهور اللي ممكن بيضغط عليك في وقت معين. احكي لك حكايه كده صغيره. احنا كان في اوقات وقت من الاوقات كان بيراميدز اتكلم كابتن عماد النحاس واحنا موجودين في المولين العرب. استاذ ممدوح كابتن ممدوح عيد كلم عماد يكون موجود الفتره، ان كنا ماشيين كويس في المولين، خدنا رابع في الدوري. فطبيعي اي مدرب في الفتره دي خلاص انت مدرب شاطر ماشي كويس خلاص الانديه الكبيره بتكلمك. منهم كان بيراميدز اللي موجود واتكلم معاه ممدوح. تخيل كان في قصه، انا اول مره اتكلم في الموضوع ده يعني، ترتيب الجهاز اللي موجود فاتكلموه عليه تحديدا، يعني كابتن ممدوح عيد اتكلم عليه تحديدا وقال لا علاء ما بقاش موجود. ليه؟ لان اتسالته سؤال وانا شغال. ودايما ما بحبش يا فاروق ان انا اطلع وانا شغال اطلع في برامج، ما اعرفش ليه، انا ببقى عايز اركز في الشغل وخلاص. فقال له علاء ما بقاش موجود معاك. ليه؟ طب ليه اتقال عليه؟ قال لك انت قلت على النادي انه مش هياخد بطوله خالص. انا قلت كده فعلا. الكلام ده انا قايله من 4 سنين. قلت نادي بيراميدز عمره ما هياخد بطوله، لان رقم واحد في البطوله الجمهور. رقم واحد في البطوله الجمهور والاعلام بعد كده. بعد كده بيجي اللعيبه منها بتتحفز. الكلام اللي انت قلت عليه انا بتحفز من الجمهور والاعلام اللي موجود بتاثر بيه في الشارع. انا طول الوقت النهارده الاهلي بيتكتب عليه، الزمالك بيتكتب عليه، بيراميدز اوقات كتير ما حدش بيتكتب عليهم، ودي فرقه جدا في شخصيات لعيبه موجوده. لا لما وصلوا نهائي الكونفدراليه الامور كانت سهله خالص جدا. يعني احنا كنا نتمنى ان هو ياخدوها، كانت يعني تفرق معاه يعني. طيب اخيرا منتخبنا الوطني شايفه يروح لفين في بطوله افريقيا في ظل بقى المنتخبات اللي انت شفتها كانت مشاركه في كاس عالم سواء سنغال مغرب طبعا. صاحبه الارض كوت ديفوار ومنتخبات اخرى الامور بالنسبه لها يعني محترفين في كل حته يعني. انا عايز اقول لك يا فاروق ان الراجل اللي موجود راجل ذكي جدا. يعني فيتوريا من المدربين اللي جم مسكوا منتخب مصر اذكياء قوي. انت عارف يعني لما يدخل جوه مدرب مصري كل يعني داخل جواك، لما يجي لك يقعد معاك اجتماع في النادي بتاعك اللي انت موجود ويكلمك في تفاصيل اللعب، يكلمك في تفاصيل اسلوب لعيبه عندك، بيسالك كل شويه على اللعيبه اللي موجوده عندك اللي بياخدها معاه من المنتخب. هو قادر يعمل حلقه الوصل اللي موجوده بدليل نجاحه دلوقتي في الماتشات اللي اشتغل فيها او المباريات اللي كانت موجوده. بطوله كاس الامم بطوله صعبه طبعا، بس فرقه المنتخب مصر من الفرق
التقال قوي في في افريقيا. انت حساب. انت قادر توصل لمستوى اكتر من كده بكتير. دليل السنه اللي قبل اللي فاتت انت صعد نهائي وبضربات جزاء وكاس العالم بضربات جزاء. فانت عندك منتخب قوي، عندك لعيبه بره مسمعه منهم صلاح طبعا، من لعيبه مسمعه قادره تعمل حاجه كويسه. هو مثبت برضو تشكيله وطريقه لعب بقاله فتره طويله جدا شغال بيها، ودي تفرق في نجاح المنتخب. اتمنى كمان توفيق اللي بتكلم عليه يكون محالفه ان اللعيبه ما تتصابش، لعيبه يقدوا معاه الفتره اللي جايه وكويس جدا اللي هو وقف الدوري الفتره الاخيره دي عشان يقدر يستعد كويس. يا رب احنا عايزين المنتخب يعني انا عندي امل السنه دي او البطوله دي ان الوضع هيبقى مختلف. مع ان انا بص يعني انا شفت كوت ديفوار، شفت طبعا المغرب، لا في فرق تقيله، لا 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 حتى الراس الاخضر انت هتلعبها في المجموعه، في فرق انت سريعه، في فرق سريعه وفي فرق بقت كويسه ومنظمه تحديدا. بص انت قصه الاحتراف دي فرقه معاك جدا طبعا. كل الفرق اللي انت بتتكلم كراس رخضه كلهم محترفين بره، عندهم عدد كبير، اي حد منهم كولد صغير دلوقتي كسنغال وكغانا كل الفرق دي كلهم بيطلعوا بره. وانك تطلع بره دي وبيئه بره والجو بتاع بره، الجو العام كله كجو احترافي بيفرق جدا مع لعيب صغير مع المنتخب بتاعه، وده فرق معاك جدا طبعا. انت اللي بيفرق معاك دلوقتي من الناس اللي بتيجي من بره، تريزيجيه وصلاح والناس اللي موجوده بره. صحيح موجوده، يبقى في عدد اكبر بقى. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ويكون فكر الانديه او فكر الناس ان انا عندي لعيبه صغيره تطلع محدش يمسك فيهم. انا النهارده اهلي وزمالك ايه استفدت من الناشئين اللي موجوده عندي؟ مفيش حاجه. لما ناشئ النهارده يطلع منتخب مصر هيبقى افيد يعني. انا بتفق معاك، بس طبعا بتبقى عمليه تنظيميه وماديه وامور وحقوق رعايه. النادي بيفكر، مفيش مشكله، انا النادي افكر في ده واخد حقوقي، بس اللعيب النهارده استفاد منه واستفاد منتخب مصر استفاد منه بشكل كبير. لا نورت شرفت طبعا، بس موجود يعني يمكن النهارده لما قالوا لي فاروق طبعا يعني حبيبي نورت شرفت والله وسعيد بيك. وانا يعني الامور الايام الجايه لازم تبقى موجود معانا. انا موجود معاك اي وقت، محلل فني هايل والله. بص بعيد عنك مدرب كويس، اي وقت انت محتاجني في موجود فيه طبعا، احنا اخوات واصحاب وكل حاجه. اي وقت محتاجني فيه طبعا ببقى سعيد موجود معاك. احنا بنتكلم في كوره الحاجه اللي احنا بنحبها. حبيبي علاء نورت وشرفت، بشكرك ان شاء الله. بعد الفاصل هنستقبل المحلل الرياضي احمد مجدي والحديث عن امور كثيره خاصه بالكره العالميه وايضا الأمور الخاصة بكأس السوبر المصري.